في قضية مهمة جدا ممكن تاخدوها بشكل اجتماعي شوية بشكل فني، زواج داعية شاب معروف معتز مسعود بالفنانة شيري عادل، معز مسعود بالفنانة شيري عادل، كان تسليط الناس الضوء على القضية. مش ان في طبعا في جدل شديد يتعلق بهذه الزيجة، يعني الجدل ممكن تكون في جوانب متعلقة بان في ناس تقحم نفسها في الحياة الخاصة للبشر، نعم ممكن، يعني الذين يحتجون ويعترضون على تناول قضية بهذا الشكل هو ان بعض الناس يقول لك هو ده انتوا مالكم مال الحياة الخاصة والشخصية للناس؟ هو الزواج والطلاق هل يحتاج الشيخ او الداعية الشاب معز مسعود انه يحصل على اذن من الناس حتى يتزوج؟ هو ليه الناس بتدخل نفسها في الحياة الخاصة بهذا الشكل؟ ده جانب. لكن في جانب تاني عند البعض يقول والله الشخصية العامة يمكن أن تحاسب على تصرفات اجتماعية إذا كانت تتناقض مع ما يدعو إليه هذه الشخصية. هو داعية شاب يكلم الناس دايما عن الزواج الصحي وكيف يمكن أن ينجح الزواج، فبيتعاملوا على إن دي لما تكون الزيجة الثالثة له، فكيف ينصح الناس بالزواج الصحي والزواج الناجح؟ اتنين عندهم تحفظ على ان هو بيقدم عن الزوجة المثالية، دايما يقول مواصفات الزوجة المثالية، فبيقولوا المواصفات اللي هو بيتكلم عنها لم يطبقها على زوجته، مع ان انا ضد هذه النظرة للفنانة. مين قالك انه ده لا ينطبق على الفنانة لمجرد انها فنانة؟ يعني طبعا لان الفنانه بلبسها بملابسها ربما تختلف عن النموذج والنصائح اللي كان بيقدمها معز مسعود الداعيه الشاب يعني. وهنا انا ممكن الحقيقه كمان احتار، يعني سواء الجانب اللي بيأيد، الجانب اللي هيأيد هيقول لك يعني حياته الشخصيه هو خط احمر لا يجب تجاوزه، والحياة الشخصية مصونة ومحمية ولا يجب لأحد أن يدخل فيها. والجانب الثاني هيقول لك لا، دي مش حياة شخصية، ما يبقى شخصية عامة وتصرفاته الخاصة تتناقض مع ما يدعو إليه، لا لازم نتكلم في ده. بس في جانب كمان البعض ممكن يحتار فيه، لو كان الداعية يعني متزمتا ومنغلقا وعصبيا وسوداويا وظلاميا هتبقى عندك علامات استفهام، ولو كان يعني منفتحا على الحياة، مش منفتحا على الحياة يعني منحرف، يعني لا يعني ليس متشددا وليس منغلقا وما بياخدش بالتفسيرات الظلمية، انتوا عارفين القضية هي قضية تفسيرات مختلفة يعني، والراجل يعني بجانب انه يعني لانه الحياة الناس احيانا في دعوتهم بيكرهوك في الحياة، وكأن الحياة يعني لا يجب أن تكون سعيدا ولا يجب أن تبتسم ولا يجب أن تفرح ولا يجب أن تمرح ولا يجب أن تسعد ولا يجب أنك تعمل أي حاجة، لأن الضحك حرام والسعادة يمكن أن تكون محفوفة بالشياطين. بتلاقي في لا في خطاب ظلامي كده يعني. فاحتارنا يعني داعية شاب منفتح على الحياة بيكلمك بلغة الشباب ومش مقفلها، وكمان بيدعوك إلى إنك تجمع ما بين إنك أنت تلتزم بتعاليم الإسلام وفي نفس الوقت يمكن إنك تسعد بالحياة وتبتهج بها، وجانب تاني لا شايف إنه ده بمثابة يعني انحلال. فتحتار يعني، لا الشيخ المتطرف عاجبك ولا الشيخ اللي هو بيحاول أن يكون وسطيا معتدلا متوازنا عاجبك يعني. فأنا في ظل هذه الحيرة قلت لما انتقي بعض وجهات النظر اللي تابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي واللي عندها وجهات نظر مش داخلة في النميمة، القضية مش قضية نميمة يعني، إنما داخلة في
تحليل ليه الناس اهتمت بزواج داعية شاب للمرة الثالثة من فنانة، والتعليقات مختلفة ما بين تعليقات بتحتج على التدخل في الحياة الشخصية، وما بين تعليقات بتقول آه لازم نسأله لأن خطابه متناقض مع تصرفاته، وده الحقيقة ما بتبقاش هنا حياة شخصية. خلوني أخد الآراء الثلاثة اللي حددناها. أستاذ عبير سليمان الباحثة في قضايا المرأة، أستاذ عبير أهلا بيكي. أهلا بك يا أستاذ وائل. أهلا بيك. وخليني أخد على الجانب الآخر الأستاذ أيمن محفوظ المحامي. أستاذ أيمن أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك وائل بيك. والدكتور حسام عقل عضو اتحاد الكتاب. دكتور حسام أهلا بيك. أهلا بحضرتك أستاذ وائل، أهلا وسهلا. طيب خليني أبدأ في الأول، أستاذ عبير احتارنا نعمل إيه؟ يعني شيخ يبدو أو داعية شاب، يعني بلاش لقب شيخ، يبدو مستنيرا جامعا بين تقديم النصائح للناس في أنهم يلتزموا بتعاليم الإسلام، وفي نفس الوقت أن الحياة يمكن أن تعيشها ويمكن أنك تكون سعيدا ومبتهجا. يعني ليه أقحمنا أنفسنا في حياتي الخاصة بهذا الشكل؟ ليه دخلتي في حياتي الخاصة وانتقضتي هذه الزيجة الثالثة من خلال تعليقاتك اللي أنا شفتها؟ اتفضلي. الحقيقة الأول بحيي استهلالك الأول اللي خرجنا من النميمة، من معترك النميمة، أو إن إحنا بننم على معز مسعود أو غيره، مصطفى حسني أو خالد أو عمرو خالد. لكن أنا عايزة أقول حاجة، إحنا مش كفاية بقى نستغل الدين للترويج وعملوا سوق للبزنس للارتزاق من وراه؟ معز مسعود هو عمل الشيء الطبيعي اللي كل الناس بيعملوه، واحنا بنباركنا له على اول جوازه وتاني جوازه وتالت جوازه من فنانه، واحنا بنحترم الفن جدا، ما عندناش مشكله ان راجل يتجوز في الحلال او حتى يباشر علاقاته الاخرى، هو حر فيها. المشكله والمعضله الحقيقيه ان هو بيلعب باهواء الناس. يعني ايه اخش للناس من نافذه الدين والوعظ والارشاد والتحكم في مسار حياتهم الفعليه؟ يعني انا ازاي اغير وجهه نظري كامله عن الزوجه اللي انا ممكن اتجوزها؟ بصور الزوجه على اساس انها قطعه شوكولاته مره اللي هي مغطاه بسلوفان اللي هي المحجبه، وقطعه الشوكولاته غير المغطاه بسلوفان، فالافضل ان تاخذها قطعه شوكولاته مغطاه بسلوفان. هذا الرجل المحترم اللي مبروك عليه الفنانه الجميله شيري عادل، وان احنا بنبارك له، غير متسق بالمره، وهو بصراحة القشة التي قصمت ظهر البعير. هو بيكشف لنا الوجه العقيم لبعض الدعاة السلفيين المتخلفين الرجعيين اللي بيدعوا اللي هم شيوخ، وبيكشف لنا سوق البيزنس الجديد اللي بيناهض هذا الجانب للارتزاق واستمالة أهواء الناس المتحضرة اللي عايزة تعيش عيشة وسطية زي ما حضرتك أفدت. الحقيقة ده رفضينه وضرب دينه، لانه للاسف بيتاجر باهوائنا، بيتاجر بالدين اللي هو ارقى واسمى توجه ممكن ياخد. ايه المتاجره بالدين هنا؟ الرجل تزوج للمره الثالثه، من حقه حضرتك. لا، من حقه ان هو يتجوز، بس مش من حقه ان هو ياخد جيل معاه قبل كده بادعاءات مش حقيقيه، زي بالظبط عمرو خالد لما راح قال لكل الناس اتحجبوا وان الدين ارقى، وراح عمل فيديو قال انا بدعي في الحج فقط للفريندس اللي على صفحتي، الباقي مش مسلمين يا جدع، الباقي خارجين من المله عشان مش على صفحتك بيعملوا لك لايك. يعني ايه ده؟ وبعد كده يعمل اعلان على الفراخ. انا ما الداعيه، يعني ايه داعيه؟ الداعيه هو الارقى، هو مش سوق بيزنس. الداعية لازم يكون هو الأرقى، هو المتسق. حضرتك تخيل، الأول أنا بحييك عشان أنت منبر ومكانة لمبروك للمناضلات والمناضلين اللي كافحوا الفقر. تخيل إن أنا أشوف رمز بيكافح الفساد أو بيكافح القمع أو كذا، وهو أكبر شخص فاسد أو هو أكبر شخص قامع للحريات، أنا هصدقه إزاي؟ انا هصدقه ازاي؟ الحقيقه انا مش معز مسعود هو رمز للادعاء، مش هو الادعاء.
حتى هو حر، لانه قبل كده طلع مع استاذ جليل اعلامي مسح كل كلامه بجره اما كل ده ماشي، بس انا بقول ده ليه؟ لمجرد انه تزوج للمره الثالثه ومن فنانه، يعني ليه؟ لانه هو مش متفق معانا، هو اشتغلنا هو وغيره، يعني خليني اقول باللفظ هو بيشتغل جيل. لما انا ابني يكون في الجامعه يبقى هو شايفه قدوه، ويجي يعمل تصرف هو مش متفق مع كلامه اللي هو قال له عليه. لما تيجي تتجوز وفر بذات الدين، مش بس الجمال هو الاهم، ده في فيديو ان هو بيقول له ما تفرحش بجمال البنت قوي، لازم تصفر بذات الدين. انا اقعد اقنع في ابني ان الرمز في شكل الحجاب مش هو الفيصل. طب ومين قال إن هو خرج عن هذا المسار؟ يعني هل مجرد انها فنانه فكده احنا تعاملنا معاها؟ انا مع ده اللي هو عمله، هو اللي طبيعي، ما يدعو له هو اللي كان غير طبيعي، يعني اللي هو بيعمله دلوقتي طبيعي، ولو هو اي شخص تاني احنا ملناش دعوه بيه، لكن ما يدعو له سلفا هو اللي ما كانش طبيعي. انت النهارده غيرت رايك، وبكره هتغير رايك، وبكره هتقول الدين للجميع وممكن تتجوز براقصه، ولا لا اعيب على الراقصه بالمناسبه ولا الفنانه نهائي، ومش بقى يتوب الناس على ايده ويستمتع بملذات الحياه ويقفل على الشباب والاجيال كل ملذات الحياه. خليني اسال الاستاذ ايمن محفوظ، وقبل ما اسال الاستاذ ايمن محفوظ اشوف بس جزء من كلام الداعية الشاب معز مسعود وهو بيتكلم عن الزواج الناجح، كيف يمكن أن تنجح في الزواج وصفات الزواج الناجح. دي بعض المشاهد والفيديوهات، البعض بيقول لك يعني كيف يحدثنا عن الزواج الناجح وهو بيتناقض مع نفسه في التصرفات الشخصية. غير ممكن يتكلم عن الزواج الناجح وزيجاته ما تنجحش فيتجوز تاني وينفصل، الناس تنفصل باحترام يعني. لكن تعالوا هنناقش الناس بقى، نشوف بس هذا الجزء من كلام معز مسعود. الظاهر والباطن، انت وانت بتختار مراتك وانت بتختاري جوزك، هل الموضوع انتهى هنا؟ لا طبعا، بس ده الاساس. ساعتها اقول لك بقى، انت وانت بتختار مراتك اختارها لعقلها. شوف السيده عائشه رضي الله عنها كانت ازاي مع النبي عليه الصلاه والسلام، شوف عقلها كان ازاي، اختارها لعقلها. دي اللي هتربي ولادك في مجتمع بقى مهم قوي فيه التربيه، مجتمع العولمة اللي احنا فيه ده، اختارها لعقلها عشان تعرف تتناقش معاها. واحدة عارفة أولوياتها كويس جدا، فعايزة تشتغل وعايزة تبقى عنصر فعال في المجتمع، لكن مع الضوابط الشرعية اللي ربنا فرضها ومع إرضائك والاتفاق معاك، دي نقطة برضو مهمة جدا. الراجل هو بيختار، مش محتاجين نوصيه في حتة الجمال خالص، يعني هنقول الدين فيه جمال، مش هنوصيه. الراجل بيدور ايه يعني؟ الحمد لله، بالذات في الزمن ده، بالذات بالمقاييس اللي عليت، بالذات بانه خلاص بقت العورات في كل حته، يا حرام ده هو عايز جمال وعايزه بطريقه مبالغ فيها. ده انا عايز اقول له خف شويه، خف شويه خلاص، ما ينفعش يبقى كل 100 بنت واحده اللي تصلح، ما ينفعش، اكيد انت بقيت سطحي. بقول لك حاجه غريبه، اقول لك حاجه غريبه عن تجربه، وده مش شرط بس ده بيحصل كتير جدا. عاده البنت في الزمن ده لما عرفت ان جمالها كفايه، مع انه في الحقيقه مش المفروض الجمال لوحده يبقى كفايه، جمال هي، لكن تبقى عندها جمال الباطن واخلاق وطيبه ومخلصه وعندها الباقي. لما الناس بقت سطحيه فبقى جمالها كفايه، البنات الجميلات بطلوا يشتغلوا على اخلاقهم، لكن بتكع على الراجل لانه ساعات شهوته بتاعه النظر بس بتغلبه. وانا بتكلم بصراحه، فبقيه الجوازه اللي هي الصلاه والحشمه على الاقل، مع اجتهاد ان احنا نوصل للي ربنا فرضه علينا من الصلاه وفي صوره النور من الحشمه. وعشان كده هقول لناس كتيره قوي من اللي ممكن ما يبقوش وصلت حشمتهم للحشمه قوي، ممكن يكونوا متضايقين، يعني انت بتقول ان احنا وحشين، اقول لك لا والله، ممكن يبقى عندكم باطن الدين كويس جدا بس اشتغلوا على الظاهر. طيب عبير، قبل ما اسال الاستاذ ايمن محفوظ، انت بتقصدي كلامه هنا عن الحشمه وال يعني ده التناقض يعني؟ ايوه، مش ده بس الفيديو، انا ما عنديش مشكله مع معاذ كشخص يعمل اللي هو عايزه، يتجوز 3 مرات 10 مرات، كل واحد حر في حياته. انا مشكلتي ان هو ايقونه، هو مروج لمسار حياتي لاجيال. ازاي انا اكون مروج لمسار حياتي واشكله وارمزه واحط له اطار وانا لا، يعني انا في الاخر بصدم ده، بصدم المجتمع وبصدم الناس بناموس ومسار مختلف تماما. على فكره انا بحب الفنانه دي جدا جدا، وشايفه اللي هو بيعمله، وهي الحقيقه يعني شيري عادل فنانه وملتزمه، يعني ما عندهاش الحقيقه، مش شيء، ما عندهاش. مبروك عليهم الجوازه، لكن لازم على اي شخص يتوقع ان الهوى
العقائدي ملعب للمتاجرة بيه أن يراجع نفسه، لأن المجتمع متربص بيه الآن. إحنا كلنا متنمرين لكل واحد يدخل ملعب الدين، لأن ملعب الدين أرقى وربنا أبعد بكثير. طيب خلينا أسأل أستاذ أيمن محفوظ. أستاذ أيمن، هل الكلام اللي أنا بسمعه ده انتهاك للحياة الشخصية والحياة الخاصة للداعية الشاب معز مسعود وزوجته الفنانة شيري عادل، ولا هي قضية عامة طالما انه داعية يقدم النصائح للناس فمن حق الناس انهم يقولوا له لا قف، تصرفاتك تتناقض مع ما تقوله؟ تفضل يا وائل بيه. احنا دعنا نوصل موضوع المناقشة في اطار المناقشة اللي احنا بنتكلم فيها، وهي اطار الحرية في الشخص في اختيار اي اختيار ليه. انت عارف معاليك ان الحرية هي اهم قيمة انسانية يملكها الانسان طبعا، وكل روح فيها ارخص ثمن ممكن يدفع فيه. الحرية جزء اصيل، حرية الاختيار هي جزء اصيل من الحرية ككل. فمتى استقبضتم الناس وقد رددتم امهاتهم احرارا؟ ان حرية بالاختيار هي حرية وحق اصيل ليه، وان طبقا لاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 12 انه لا يجوز التدخل التعسفي في الحياة الخاصة او شؤون الاسرة لشخص ما. فالسؤال هنا، وفي شروط قانونية او شروط شرعية لاختيار زوجة للداعية؟ وكل ان معتز مسعود اختار زوجة، وهو اختار زوجة لنفسه وليس اختيار للمواطنين والمتابعين، هو اختار لذاته. قد تكون شيري عادل هي المناسبة ليه، واحنا عارف احنا مش عارف تابع الزمن. قد تكون شيري عادل دي انسانة ملتزمة ومحترمة وممكن تكون يعني احسن منا بكثير يعني. فاحنا لا يجوز ان احنا نناقش اختيار الشخص في حد ذاته، وانما المفروض ان احنا نطمن ثمن. هي ما هو الناس ما بتناقش الاختيار الشخصي بمعزل عن انه يقدم النصائح للناس بشكل يتناقض مع هذا الاختيار. يعني ممكن واحد داعية شاب يطلع مثلا يقول لك ايه، لا تتزوج من أجنبية لأنها كذا وكذا، وأنهم بلاد الشياطين، بتسمع كده أحيان. فلو تزوج غدا من أجنبية فالبعض هيقول لك شوف الراجل المتناقض مع نفسه. ده مثال يعني. هو لما بيناقش الشباب أو بيقولهم الاختيار الأمثل، واحنا لما احنا بنسمي اختيار هذا الرجل احنا ما نعرفش كل المعلومات الكاملة عن الزوجة اللي اختارها الأستاذ معتز مسعود. احنا ما نعرفش حاجة عن الناس دي غير ان مجرد فنانة، فاعترضنا على فنانة والراجل بيقول في احاديثه اختار الست على اساس ديني او على اساس العقل او على اساس الاستنارة او 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 او, أو. احنا اتعرفنا ان شيري عادل ما فيهاش هذه الشروط. وبعدين شيري عادل ايه الغلط اللي ممكن هي ارتكبته عشان احنا نقلل من شأنها كده؟ بتلبس زي اي ست مودرن عايشه في حياتنا بنشوفها في كل زي اي الوتات المصريه. قلنا ان هي فنانه، بس ده طبيعي. انا متذكر بالعكس ده يزود منها ما يقللش ابدا. وكون ان هو الداعيه اختار الست دي، يبقى ممكن تكون الست دي فيها مقومات وفيها لا، ما حدش بيناقش حد فيه. انا بكلمك بس في اللي الناس بتقول ده من حقي، وهو التناقض بين الخطاب العام والتصرفات الشخصيه. انما اختارها ليه؟ ما حدش ناقش انت اختار ده يعني أصيل. لا يجوز حد ان هو القلب وما يحب وما يعشق. طيب استاذ حسام عال، قول لي استاذ حسام، دكتور حسام عال، قول لي هل اللي انت سامعه ده هو انتهاك للحياه الشخصيه لداعيه شاب، ولا من حقهم مناقشه افكار عامه وقضايا عامه اذا ما كانت التصرفات الخاصه تتناقض مع الخطاب العام لداعيه مؤثر يعني؟ اتفضل. يعني دعني اولا احييك على هذا المنبر الاعلامي اللي تحول بالفعل الى حاضنه وطنيه تجمع كل الاراء وتحاول ان تقوم بعمليه عصف ذهني واثاره للملفات والقضايا المهمه. الله يخليك. يعني انا مقرر لجنه الحريات باتحاد كتاب مصر، وبالتالي لا يمكن ان اتناقض مع نفسي. لدي اولا سؤال ولدي ملحظ. السؤال، ما الخطأ الذي ارتكبه معز مسعود؟ هذا سؤال أحاول أن أبحث له عن إجابة منذ الصباح الباكر. ثم سؤال في الضفة المقابلة، ما الخطأ الذي ارتكبته شيري عادل حتى يعني يستوعب لسنان أو يتعرض لسنان إلى حملة استباحة غير معقولة
لدرجه دفعت شيري عادل في حدود ما قرات في الاخبار ان تغلق هاتفها المحمول اتقاء من العبارات اللاذعه والهجوم البشع. السؤال هنا يعني ما الخطا الذي ارتكبه الاثنان؟ لنقل مثلا بالمفهوم الانساني، معز مسعود مال اليها قلبيا، فمالت اليه قلبيا، فكللت هذا الميل القلبي بعمليه زواج في اطار تأطير شرعي وقانوني ومجتمعي يقفله الجميع. بل على العكس، انا ارى ان معز مسعود نقل لنا، وهنا اثمن غاليا لا اقول الاستهلال الذي بدات حضرتك به، لكن اذيل التذييل اللي حضرتك ذيلت به المقاربه في اول الكلام، انه لابد ان يكون الداعيه محبا للحياه، ولابد ان يكون المسلم محبا للحياه، وما المانع ان المسلم يعشق وان يعشق؟ ما المانع في هذا؟ يعني اليس انسانا جزءا من هذا النسيج المجتمعي؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال حبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قره عيني في الصلاه، يعني ما الخطا الذي ارتكبه الرجل؟ يعني قيل انه في تناقض بين ما قال وبين ما فعل. انا عدت الى الحصه الدعويه والاعلاميه التي قدمها قبل هذه الزيجة فوجدت وتحدث عن الحجاب تحديدا، ثم يقول حذاري أن تعتبروا غير المحجبة غير مسلمة. وبالتالي أنا أرى أن الرجل كان متسقا مع خطابه تماما، حتى وإن كان يؤمن مثلا بفكرة الإصلاح الأخلاقي خطوة خطوة، لكن أنا يعني يدهمني السؤال، ما الخطأ الذي ارتكبه؟ يعني إذا قدم صورة داعية متزمت يريد أن يجعل من المرأة قاعدة الدار وحديثة البيت فهناك نقد، والنقد هنا مشروع، لكن إذا قدم لنا صورة داعية محب للحياة ويحاول أن يقدم خطابا معصرنا يقترب من أشواق الناس وفضاءاتهم وآمالهم، فالشيء المدهش بقى إني يعني منطقي أن يكون النقد خارجا من بعض الدوائر المتزمتة، لكن الشيء الذي يمثل لي ضفيرة من علامات الاستفهام أن يكون النقد خارجا من بعض الدوائر الليبرالية. يعني صح، يعني هنا تتوقع ان يكون الهجوم على معز مسعود من التيارات المنغلقة والمتشددة واللي بتتعامل مع هذا الزواج على ان زواج ليس مقبولا يعني من الناحية الدينية، لكن جاء من الجبهة المستنيرة والتيار المدني. يعني هو السؤال الذي يحيرني، يعني الذين يدينون معز مسعود لابد ان يأتوا لنا بدليل من باب حتى احترام عقولنا، أن يأتوا لنا بقرينة واحدة خليني أسأل أو دليل واحد يدين الرجل. خليني أسأل قبل بس ما أسأل ده، عايز أقول لكم أن نفس القضية دي أنا متذكر أثيرت حينما تزوج المذيع اللي كان يعامل على أنه بمثابة داعية أحمد فراج، لأنه كان يقدم واحدا من أشهر البرامج الدينية نور على نور، يعني اللي هي الموسيقى بتاعته دايما بتلاقوها معبرة يعني عن الورع والتقوى، لما بيجي البعض يجيب أحيانا مشاهد لبعض الأشخاص. لما تزوج من الفنانة صباح، نفس اللي احنا بنقوله ده، نفس الكلام ده أثير تماما. كمان أنا متذكر مذكرات إدوارد الثامن الملك اللي تنازل عن العرش لكي يتزوج من السيدة التي أحبها ميسيس سامبسون الأمريكية، لأن الدستور كان بيمنع أنه يتزوج من مطلقة ومن أجنبية، فهو فضل الحب على العرش، وعمل كتاب بديع يعني أدعوكم لقراءته، مذكراته يعني، قال أنه كل واحد من كل مواطن بريطاني يستطيع أن يتزوج دون أن يستأذنني، مش محتاج أنه يستأذنني يعني، إنما أنا بقى مطلوب مني أن أنا أستأذن كل مواطن من الشعب البريطاني عشان يسمح لي بالزواج. وقال كمان إن قلبي وضع في قفص دستوري، عشان كده فضل إنه يسيب العرش بكل هيلمانه وبكل سلطاته يعني، ومن أجل الحب. وهنا بقى البعض بيتكلم عن إنه الناس تسأل وتحاسب الشخصية أنت اتجوزتي ليه واتجوزتي مين، ده قايله إدوارد الثامن إنه ليس مطلوبا مني إن أنا أستأذن الناس قبل ما أتجوز وقبل ما أحب، ده بشكل مختلف. لكن واقعة أحمد فراج تنطبق تماما على معز مسعود بشكل واضح، طبعا مع الفرق الكبير، يعني أحمد فراج كان واحدا من أشهر مقدمي البرامج الدينية، إلى حد إنه كان بيعامل
مثل الدعاء يعني، وزواج وصباح كمان يعني فنانة كبيرة يعني، وضع يختلف. خلينا نسأل الأستاذ محمود عطية، كلام الدكتور حسام علي هنا بقول لك يعني لماذا تقحمون أنفسكم بهذا الشكل في حياتي الشخصية؟ ما الجرم الذي ارتكبه هو أو هي؟ أستاذ محمود اتفضل. مساء الخير يا أستاذ وائل. مساء الخير اتفضل. والله بالنسبة لي أنا لم أرحم نفسي، للجوز اتجوز وللطلق اتطلق، ما 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 تفرقش معايا يعني. ولكن أنا كنت كتبت عشان برد على البعض اللي هو بيتكلم على هذه الزيجة. يعني أولا مبروك لشيري عادل، ولا نقترب منها من قريب أو بعيد. حضرتك ضربت مثل بالأستاذ الراحل الكبير أستاذ أحمد فراج، والأمير الذي تنازل عن عرش الملك عشان يتجوز محبوبته. لا ده كان داعية ولا ده كان داعية. إذا كنا حضرتك بتقول بنعامل الأستاذ أحمد فراج عليه رحمة الله على إنه داعية ولكنه لم يكن داعية ولم يلعب بعقول الناس، أنا عايز أعرف يعني من أنا بالنسبة لي. لا كان يعني برنامجه الديني يقدم فيه الوعظ والنصائح، يعني ما هو احنا بناء يعني هو معز مسعود بيعمل ايه؟ ما يقدم برامج ما يعني. لا الاخ اللي انت بتتكلم يعني لا يعتلي من برن يعني، ما هو بيعمل زي بيقدم لا برامج. لا احمد فراج عليه رحمه الله ده رجل فاضل ومذيع كان اعلاميا، وبيستضيف علماء اجلاء بيفيدونا كتفسير واحاديث. اما الاخ اللي تزوج من شيري، انا بالنسبه لي انا لا اعتبره ولا امثاله بيمثلوا لي انه داعية ايه يعني، بأمارت ايه يعني، واخد بال حضرتك؟ حتى كبيرهم عمرو خالد لا اعتبره داعية، واخد بال حضرتك؟ فحينما يتكلم المعتز او معز ويقول ويصف الزوجة المسلمة للشباب، طب ما يمكن هناك شباب لديهم القدرة ان هم ممكن يتقدموا لسين او صاد من البنات او من الفنانات او من الشهيرات والحاجات دي، وانت بالكلام اللي انت قلته منع قطعت عليهم السكه مثلا يعني. يبقى انت تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. يعني انت عايز تقوله ان انت ممكن تكون بخطابك منعت زيجات وفصلت بين محبين؟ طبعا. وبتعمل انت ده، وبتعمل انت نفس اللي انت بترفضه على الناس، انت بتحلله لنفسك يعني هي شيري طبعا مبروك والف مبروك عليها، لكن انا ما بالنسبه له هو انا لا اعتبره بالنسبه لي انا داعية لا هو ولا غيره، وانا ضد هؤلاء الناس دي منذ ان صعدوا الى الساحه الاعلاميه، وتقال ان كان صعودهم مقصود. انت شايف جزء، وهنا طبعا يا جماعه صور الزفاف هتلاحظوا كلها من الخلف يعني اللي تم نشرها، فهنا الناس طبعا بتتكلم في احتمالين، اما الاحتمال الاول ما هو بقى يعني خلاص طالما المسائل بتطلع للراي العام انه تكون ملابس العروس مفتوحه من الامام يعني فهو فضل كده، او انها تكون التقطت خلسه يعني التقطها احد الاشخاص خلسه وهو ما كانش عاوز انها تنشر بهذا الشكل. اتفضل استاذ محمود. ممكن يكون حضرتك هو يعني فاهم ان هي من الخلف او من الامام من صوره شرعيه يعني، هو في دماغه ممكن يكون برضو من ضمن الغنى اللي بيغنيه علينا وعلى الناس ان دي مثلا الشارع بيقول من ورا يعني تتصور من الخلف مثلا ولا حاجه يعني. انت مش عايز تفصل ده عن ظاهره الدعاء الجدد يعني؟ لا 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 دي ظاهره لازم تتقص، ولازم دي الناس تتحاسب، والفلوس اللي لموها يتحاسبوا عليها، والتبرعات اللي خدوها يتحاسبوا عليها. لما نعرف ان بيقولوا عمرو خالد سمعنا وكتب مش عارف خد من لندن قد ايه، وطلب من المملكه العربيه السعوديه مش عارف كم مليون ريال لدعم المشروع بتاعه ورفضوا، ولا الناس دي شغاله لوحدها ومفيش رقيب عليهم ولا ايه ده؟ وبعدين يعني انا مع كل مع تمنياتي القلبيه طبعا للممثله الصاعده، انا ما بقولش عليها فنانه لانها لم ترتقي لسه بدري عليها انها تتقال عليها فنانه، للممثلة الصاعدة ألف مبروك عليها. بس فنانة ناجحة وقدمت أكثر من عمل ناجح. لا يا أستاذ وائل أنا يعني أنا بقول أنتوا ليه بتزعلوا من الحقيقة يا إخوانا؟ يعني أجيب صغيرة زي كده وأقول عليها فنانة وأقول على الفنانات الكبار فنانة؟ لا يستوي يعني الناس مع بعض لسه. طيب أستاذ أيمن محفوظ آخد منك بس تعقيب أخير، ومن الدكتور حسام وأيضا من عبية. اتفضل أستاذ أيمن. هو السؤال هل هناك شروط شرعية أو قانونية لاختيار زوجة للداعية؟ لا ما حدش اتكلم عن كل شيء، الناس بتتكلم عن ما فيش شروط،
تناقض. مفيش شروط. ما هو الناس بتتكلم عن يعني استاذ محمود بيقول لك ده داعيه شاب يمكن ان يكون فصل بين محبين بسبب كلامه ثم يقوم هو بتصرفات مناقضة يعني. اتفضل. ايه المعلومات المؤكدة ان السيدة شيري عادل ما هياش الزوجة اللي على خلق وعلى دين؟ انتوا متأكدين من الكلام ده او انتوا على يقين من ان الست دي غير مؤهلة؟ لا هو الكلام مش في الزاوية دي. انه ما يقدمه من نصائح متعلقة بالزوجة المثالية وكما يجب ان تكون تتناقض مع ده. وانه فكره اللي يمنع ان الست زوجه عصريه بتبقى عايشه وسطينا تكون هي برضو عندها عقل وعندها دين احنا يا جدعان ما نبصش للمظاهر، احنا مش عايشين وسط الناس دي ونعرف الست اللي جواها ايه، احنا ما دخلناش جوه قلوبهم. بتكلموا كمان استاذ ايمن على ان كيف يحدثنا عن الزواج الناجح وهذه هي الزيجه الفالسه اللي هو باب النجار مخلع، يعني ما هو الناس بتحاسب الناس بتتعامل مع الدعاة الجدد، هي ظاهرة انتشرت بشكل كبير على ان فيها بعض الثقوب يعني. انا مع التعدد مع هيك. نعم. انا مع التعدد ولكن بشروط، واحنا ما عندناش الداتا الكاملة ان احنا نقدر نقيم تجربة الاستاذ اذا كان الجواز طيب. كان الاول او عشان ما اديش للموضوع استاذ عبير تعليق اخير والاستاذ حسام تعليق اخير، استاذ عبير اتفضلي. استاذ وائل واضح ان الاساتذه اللي بيعلموا محترمين مش فاهمين احنا بنقول ايه، الانجل اللي احنا ماسكينه والزاويه اللي احنا ماسكينها، شيري طلعها من الموضوع لانها اصلا بنت انا ممكن اجوزها لابني، هي بنت ناس وجميله وفنانه راقيه ومبروك زي ما قال استاذ محمود، القصه مش قصه حتى معز ان هو يتجوز اثنين ولا ثلاثه، لو كان شخص عادي انا ماليش علاقه بيه، لكن احنا بقى مش هنضحك على نفسنا كتير، البيزنس ده لازم يتم تكشفه الان ومش هنسكت على فكره، تيار مدني، تيار ليبرالي، تيار يساري، احنا كلنا مصريين ومش هنقبل ان سوء الدين وسوء الهوى والاستقطاب تاني. ايوه بس انت كده تمارسين التطرف من جانب اخر، تقحمين نفسك في الحياه الشخصيه. فين؟ انت حضرتك جاي بتقول لي لما اكون راجل اتجوز المحجبه، اسيبني من اللي مش محجبه. انت جيت عملت الطبيعي اللي البنات اللي الرجال الشباب كلها بتعمله، انها ممكن تتجوز واحده مش محجبه وتبقى منتهى الاخلاق وادب، ممكن تتجوز واحده فنانه وتبقى في منتهى الادب واخلاق، طلعت لنا ليه وقلت لنا غير كده؟ هي دي القضيه، دي العقده، مش العقده ان احنا بننتقد ان هو اتجوز فنانه، لا وعلى فكره حضرتك تابع السوشيال ميديا، ما حدش جه جنب شيري عادل، بالعكس هم بيشيدوا بشيري عادل، وعلى فكره انا ما علقتش على بسند على الزوجه الثانيه ليها، وشفت ان عادي ان الراجل ده يطلق وعادي انه يتجوز ثاني بنوته جميله وقلت مبروك، انا ما علقتش على ده، بسنت كانت بنت محجبه جميله وزوجه واضح ان هي جميله يطلقها برده ماليش مشكله فيها، لكن لما تيجي تعمل فيديوهات كذا فيديو موجه بشكل صريح ان طيب. البنت غير المحجبه فهي ناقصه مش ملتزمه، هي مسلمه احنا ما نقدرش نكفرها، هو بيجود علينا ان احنا مسلمين لازلنا مسلمين، لكن الافضل ان الشاب يروح يتجوز المحجبه، ترمزنا بالحجاب وبعد كده هو عايش حياته بشكل طبيعي، وده طبيعي ان انت تعيش حياتك بشكل طبيعي وتتجوز فنانه او راقصه او تتجوز واتيفر، انت اللي عاوز ايه اعمله، لكن ما تجيش تضحك عليا وتخش في دايره الدين والهوى وتستقطبني دينيا وتغير محور حياتي عشان انا صدقتك وخليتك ايقونتي وخليتك الشيخ بتاعي، انت الشيخ بتاعي انا ماشيه وراك وفي الاخر انت بتعمل فلوس. طيب. بالنسبة لك دكتور حسام تعليقك الأخير، وأنا قدامي بعض تعليقات لبعض اللي علقوا يعني اللي عندهم وجهات نظر، يعني قال مشكلتهم إنهم عقدونا في الحياة واستمتعوا هم بالحياة. اتفضل. يعني أنا يعني أعتقد من مجموع ما سمعته وأعتقد إنه أي مشاهد يتابع هذه الحصة الإعلامية لن يستطيع أن يخرج بخطأ محدد منسوب إلى هذا الداعية، لكن أنا أخشى أن أقول إنه معز مسعود يدفع ثمن صورة نمطية جاهزة للدعاء الجدد، وبالتالي يتم إسقاط هذه الصورة آليا وتلقائيا على أي داعية جديد سيأتي في الطريق، وأخشى من مسألة أخرى تحول أو تنامي المزاج اليميني المتزمت عموما في مصر، وللأسف أن هذا يطال بعض دوائر أيديولوجية كنا نظنها بعيدة عن هذا.
أنا يعني ضميمة لمثل حضرتك، يعني في زيجة مشهورة جدا في الوسط وهي زيجة أحد المسؤولين شيوخ الطريقة الحامدية الشاذلية إبراهيم سلام الراضي، الرجل أبدى إعجابه بالفنانة الكبيرة مديحة يسري، وحصل بينهما زيجة وكانت مضرب الأمثال في الاستقرار والسعادة. وبالمناسبة أنا أتيح لي أن ألتقي بالإعلامي الكبير الراحل أحمد فراج قبل رحيله بأشهر، وكان في حلقه غصة من حملة هجوم مماثلة قبل سنوات أو عقود لنفس الأسباب الواهية أو المفتعلة. ينبغي هنا أن نقيس الأمور بميزان عادي. إذا كانت داعية متسقا مع نفسي ومحبا للحياة ينبغي أن نشجع هذا الأمر، ولنراجع الحصص الدعوية والإعلامية للرجل، فإذا وجدنا فيها ما يدعو إلى التزمت أو التطرف أو الانخلاع من الحالة الوسطية فليكن لنا ذريعة عندئذ لنقده. لكن أنا راجعت الحصص الدعوية للرجل على العكس. أنا بشكرك يا دكتور حسام، بشكركم جميعا، وقبل ما أطلع فاصل عشان نستقبل الفنانة فيفي عبده.